انا في المجال ده بقالي كتير جدا، بقالي اكتر 10 سنين دلوقتي. زي ما يكون انا يعني المزيكا دلوقتي بقت جزء كبير من حياتي، بتفرق معايا طبعا في كل حاجه، وبمرن كمان كمانجا وبدي كورسات وكده. بحس طبعا باحساس جميل جدا لما الناس مبسوطه بالعزف والاداء اللي انا بقدمه، ورب بصوتهم دايما على طول. قعدت تقريبا بتاع 4 سنين بتعلم لحد ما اتخرجت ان شاء الله، ووصلت دخلت بقى بعد السيد درويش ومع الموسيقى العربيه، قدمت واشتركت مع ناس كتير، لعبت مع سكتور مدد صدوق، ناس يعني ما شاء الله عليهم بجد. فانا في المجال يعني بقالك واحد اليوم، ويا رب تصبحكم دايما معاك. هما كل حاجه في حياتي دلوقتي، هما السبب اللي انا فيه دلوقتي. والدي طبعا معايا في كل حته، مش في اي حته خالص، هما السبب والدعم كل يوم، هما اساس كل اللي انا فيه دلوقتي حرفيا. انا دايما اقول له ما تخليش شغلك دايما يغطي على حاجتين، الحاجتين دول مهمين جدا، اما بيسيبوش خالص. عامه انا ما بيسيبوش خالص، يعني يعتبر انا مدير اعمال في نفس الوقت خدامه، ما بيسيبوش خالص في اي حته، ما بيسيبوش. بسيب حاجتين اتنين دايما، بقول له خد بالك منهم، دي موهبه ما تضغطش على الدراسه، ودي موهبه ما تضغطش على عبادتك لربنا بل تنميها. يعني ساعات يبقى في حاجه معينه كده بالنسبه للكمانجه، لو شغاله تهدي النفوس وتهدي الناس اللي عماله تتضارب وتهدي الناس اللي في مشاكل في مشاحنات، وساعات ان هو بيبقى في التراث زملاته بتجتمع يقولوا سمعنا حاجه يا اسلام او كده، يسمعهم تلاقي عندهم شحنه ثانيه ان هم يخشوا دراسه. على فكره يا اسلام، لما الثانويه العامه بتاعته بنت كان هيقدم في معهد الموسيقى العربيه، من معهد عالي الموسيقى العربيه، اول ما شافوه على طول عمجان واخدينه خدوه على طول، ولكن مفيش ازدواج في الكليات. فمجد سرور قال له لا يا اسلام، لازم تروح كليتك الاول وبعدين تنضم لمعهد الموسيقى. النهارده هو ماسك منتخب الجامعه في بنا، جامعه بنا، ومره هو مع دكتور ايمن الشامي في المنتخب، وان شاء الله نقدم حاجات كويسه جدا.